حياكم الله مشاهدينا في تغطية خاصة بمناسبة افتتاح بوابة الدرعية. سنكون معكم في هذه التغطية لتدشين بوابة الدرعية الوجهة السياحية العالمية تحت شعار كن جزءاً من التاريخ. مساء الخير هبة وكل من يتابعنا الآن في هذه التغطية الخاصة لهذا الحدث المختلف. من المتوقع أن تستقطب الدرعية من 25 إلى 30 مليون زائر سنوياً للاستمتاع بعدد من المرافق الثقافية والتعليمية والترفيهية ذات المستوى العالمي بطابع تراثي. إذن الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، نحتفي بها اليوم باحتفال تنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية ووضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية. أكيد هذا المشروع يهدف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي وثقافي، إعادتها إلى ماضيها العريق في القرن 18، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عريق. ويأتي هذا الحدث عبد العزيز في وقت تواصل فيه المملكة المضي بخطة التحول والقائمة على رؤيتها 2030، ومن هنا ترشحت منطقة الدرعية إحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والثقافة وأنماط الحياة العصرية التي تناسب مختلف أطياف المجتمع.